إذن إيش عرفنا الأكيروسي؟ الأكيروسي freedom from systematic error. مثال على هاي، لو أنا جبت جهاز وأخذت قراءات، نفترض إنه كانت الترو فاليو هون، فأنا عمالي باخذ قراءات على هذا السيستم، والقراءة بعملها بلوتينج على هذا الخط. أنا لسبب معين عارف الترو فاليو، وعمالي بدي أفحص هذا الجهاز، أشوف دقة هذا الجهاز والقراءة الجيدة اللي موجودة فيه. فالجهاز هذا أعطاني هاي القراءات. إيش بقدر أقول عن هذا الجهاز؟ الأفريج تبع القراءات جاي على الترو فاليو، مش هيك؟ بس إيش في عندي؟ في عندي شوية imprecision، أو في عندي imprecision، يعني القراءات عمالها بتتكرر. لو أخذت الأفريج تبع القراءات من هون عمالها بتيجي على الأفريج فاليو، بس في عندي جزء من imprecision. لو جيت قارنت هاي القراءات في جهاز تاني وحط هون نفس الترو فاليو، ولو أعطاني هذه القراءات، يعني كانت منطبقة القراءات على بعض، إيش بقدر أعتبر السيستم هذا مقارن بالسيستم هذا؟ accurate and precise. هذا السيستم accurate but imprecise، عماله بعطيني. لو جيت على سيستم ثالث الآن وأخذت هون وأعطاني هاي القراءات، تقريبا كانوا القراءات قريبة جدا من بعض، بس هذا في precision بس inaccurate، مش هيك؟ بعيدة جدا القراءة. كيف ممكن أصلح مشكلة الأكيروسي؟ إما software أو مثلاً هالجانب طريقة. في إشي مشهور بعمله عشان أصحح مشكلة الأكيروسي. كاليبريشن. تمام. الكاليبريشن بودي هذا الجهاز عند الصانع اللي بيعمل له كاليبريشن، بيقدر يصحح هذا الخطأ، لأنه هذا الخطأ معروف واضح، فبرجع السيستم. لكن البريسيجن ما بقدر أحل مشكلة البريسيجن. طلع على جهاز تاني، لو جبت جهاز والقراءات كانت زي هيك، إيش هذا السيستم؟ لا هو accurate ولا precise. هذا السيستم لا accurate ولا precise، لأنه الأفريج تبعه بعيد عن الترو فاليو، وفي تشتت كثير في القراءات. هذا السيستم فيش تشتت كثير في القراءات، لكنه بعيد عن القراءة الصحيحة. بعيد عن القراءة الصحيحة. هذا السيستم، خليني أبعد شوي هدول عن بعض. هون في مشكلة precision، بس الأفريج عماله بيتحرك حوالين. إذا الـ precision هي freedom from random numbers. لاحظوا نفس الاشي. هلا لو عكست هذا بقدر اعكسه بالنسبه للاكتويتر. باجي من الاكتويتر بطلب منه انه يروح على نقطه معينه، بدل ما يروح على النقطه اللي انا طلبتها ايش بعمل؟ يعني نفس الاشي الاكتويتر اللي طلعنا عليه قبل شوي، لو جيت طلبت من هذا الاكتويتر يروح على البوزيشن مثلا 10.1 ملم، النتيجه كانت انه هو مثلا مره وقف على 10.1، مره وقف على 10.2، مره وقف على 10، مره وقف على 9.9، مرة وقف على 10.3. في عندي هون تشتت في القراءات. إذا التشتت هذا كان كبير بس الأفريج صحيح، بقدر أعتبره إنه هو accurate but imprecise. إذا ضل يعطيني نفس القراءة كل مرة، فبقدر أعتبر إنه هذا الجهاز accurate وprecise. الفكرة إنه حتى لو عكست وطبقت فكرة الaccuracy والresolution والprecision، بقدر أطبقها كمان على actuator زي ما طبقتها على sensor أو transducer. إذا هدول هم الثلاث أشياء اللي بتطلع عليهم: accuracy, precision, resolution. على ايش بعتمد؟ كيف بختارهم؟ على ايش بدي اعتمد حتى اختارهم؟ على عديت الشيت. وعلى اي اساس بختار القيم تبعتهم؟ من وين هدول بدهم يجوني؟ من اليوزر ريكويرمنتس. لما نيجي نطلع على اليوزر ريكويرمنتس، اليوزر هو اللي بده يحدد لي قديش بده هذا السيستم يكون accurate او precise او resolution.